أهلا بكم مع أم هارون لتعليم الرياضيات. عدت لكم بعد غياب، نتمنى إن شاء الله تكون هذه العطلة راكم ريحتوا فيها واستفدتوا منها، باش إن شاء الله يكون الدخول المدرسي القادم تكونوا ناشطين وقادرين على استيعاب الدروس وفهمها. لكن بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط، حبيت ندير لكم أهم الدروس اللي تحتاجوها من السنة الثالثة متوسط للسنة الرابعة متوسط، لأنه الوقت المناسب للمراجعة ولبداية معرفة الدروس في كل مواد مش غير رياضيات هو شهر أوت. يعني رانا بإذن الله رانا في المقبلين على المنتصف الثاني للشهر أوت، إذن هذا هو الوقت المناسب أكيد اللي حب يدي علامة جيدة ممتازة يبدأ يراجع منظرك. أنا ما نقولكمش ابدأوا أقرأوا يعني بريتم كبير، ولا المهم تبدأوا تتعرفوا على الدروس اللي راحين تقرأوها، تبدأوا تراجعوا واش تحتاجوا من السنوات الماضية في هذا العام لأنكم بإذن الله راحين مقبلين على شهادة، وإن شاء الله يكون المشوار الدراسي في هذا العام إن شاء الله يجيكم سهل وتتوفقوا فيه بإذن الرحمن. إذن أهم الدروس اللي تحتاجوها بالنسبة لمادة الرياضيات من السنة الثالثة متوسط للسنة الرابعة متوسط، عندنا أولا في الأنشطة العددية عندنا درس جمع وطرح وضرب وقسمة الكسور، يعني كل ما يتعلق بالكسور تحتاجوه في السنة الرابعة متوسط. بمراجعة هذا الدرس راح تتطرقوا للأعداد النسبية، راح تتطرقوا للأعداد الناطقة، راح تتطرقوا لبزاف حوايج. إذن هذا الدرس هذا الدرس لازم تكونوا على دراية به بالخواص اللي فيه كامل. قبل ما نكمل هذه الدروس اللي راني انا اليوم حطيت لكم اهم الدروس اللي تحتاجوها، ان شاء الله نلقى دعم منكم. الدعم هذا يكون بليجان وليزابوني والبارتاج مع اصحابكم، ما تبخلونيش اعزائي التلاميذ. رايحه ان شاء الله باذن الرحمن ندير لكم كل درس، ندير لكم مراجعه خفيفه، يعني مش راح ندير لكم حجم ساعي كبير للدروس، يعني اهم واش تحتاجوا في هذه الدروس باش تكونوا يكون الاستقبال الوعي تاعكم في الدروس المقبله. مش تجي تقرا درس جديد تلقى روحك حوايج ما تعرفهمش، تولي اكيد الدرس الجديد ما راحش تفهمه. كي تكون على درايه بهذه الدروس اللي قريتوهم من قبل راح يجيك الدرس الجديد سهل، لانه الشيء اللي راك عارفه اكثر من اللي راح تعرفه. وملاحظه اعزائي التلاميذ اللي مقبلين على الشهاده، ديروا في بالكم باللي دروس سنه ثالثه متوسط اصعب بكثير من دروس سنه الرابعه متوسط، يعني اللي جاه دروس ولا اللي كان يتحصل على معدلات ممتازه وجيده في سنه ثالثه متوسط اكيد وحتما مع الاستمراريه في المراجعه والاجتهاد راح السنه الرابعه متوسط تجيه اسهل بكثير. واللي يكون عنده نقص باذن الله بهذه المراجعه راح يستوعب النقص اللي عنده. اذا ركز ونعاود ليجام وليزابوني من فضلكم. الدرس الثاني هو الكتابة العلمية وخواص القوى. احنا نعرفه في الكتابة العلمية اكيد نستعملوا خواص القوى، هذو راح يكونوا قواعد وتطبيق مباشر، يعني ما فيهم حتى فهم. كي تعرف القواعد تعرف تطبق تعرف تحسب. الدرس الثالث هو الحساب الحرفي. الحساب الحرفي يضم درسين اللي هو المعادلات والمساويات والمتباينات. هذه المتباينات راح تولي لكم باسم آخر في سنة الرابعة متوسط اللي هي المتراجعات. الدرس الرابع المهم في الأنشطة العددية هي ترييض مشكلة.
هذو الدروس اللي خاصة بالأنشطة العددية. ننتقلوا دوك للأنشطة الهندسية. وش هي أهم الدروس اللي تحتاجوها؟ أولا خاصية فيثاغورس، قريتوها وراحين تعودوها وراحين تحفظوها كأسماءكم، تولي لكم سهلة جدا في التطبيق. الدرس الثاني هو جيب تمام زاوية. جيب تمام زاوية هو من نسب المثلثية، وراحين تطرقوا نسبتين أخرى اللي هي جيب والظل. جيب تمام يسمى الكوسينيس، والجيب هو السينيس، والظل هو التونجنس. الدرس الثالث وهو مهم أيضا هو قريته بهذا العنوان في السنة الثالثة متوسط، تناسبية الأطوال لأضلاع مثلثين معينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير متوازيين. هذا الدرس هذا ولا العنصر هذا اللي قريتوه في السنة الثالثة متوسط يسمى في السنة الرابعة متوسط خاصية طاليس. راحين تقرأوا خاصية طاليس، تقرأوا الشروط نتاعها باش تطبقوها، تقرأوا الخاصية العكسية نتاعها أيضا باش تطبقوا الخاصية العكسية، لازم شروط تتوفر باش تقدروا تطبقوها. الدرس الرابع وهو مهم 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 جدا. ليه مهم جدا؟ لأن كل البراهين تتركز عليه، وهذا الدرس هو الانسحاب. الانسحاب راح يجيب لكم دروس من سنة أولى متوسط ومن سنة ثانية متوسط اللي هي الربيعيات، بكل ما تحمل المتوازي أضلاع، مربع، معين، مستطيل، كل هذه المربعات ولا الربيعيات راح تكون عندها دخل مع الانسحاب، لأنه في الانسحاب راح يكون كاين عدة براهين. إذن هذو هما الدروس اللي بريس تتعاود، نقولوا تتعاود بعنوان آخر في السنة الرابعة متوسط. ونقولكم باللي كل الدروس مهمة، يعني وش قريتوا في أولى متوسط، في ثانية متوسط، في ثالثة متوسط، راح تحتاجوا في الرابعة متوسط وفي المشوار الدراسي القادم إن شاء الله في الثانوية. يعني لازم تكونوا على دراية بمعلومات الرياضية خاصة في البرهان، كما نقولوا يكون متسلسل، معلومة تجيب لك معلومة. إذا إن شاء الله نلقى منكم دعم في هذا الفيديو، نلقى منكم مشاهدات ولي لايك. راح ندير لكم كل درس ندير له مراجعة على حدة بإذن الله قبل الدخول المدرسي. ربي يوفقكم وفي فيديو آخر إن شاء الله.